أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أعلن فيه إبقاء المسجد الأقصى مغلقا على أن يعاد فتحه تدريجيا بدءا من الأحد بعد تقييم الوضع الأمني. من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس الهجوم الذي وقع في باحة المسجد الأقصى وأدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين، داعيا جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية لتجنب التصعيد. من جهتها أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار الإغلاق ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969. أستاذة جيلان، يمكن هذه السابقة لم تحدث منذ عقود طويلة، كما ذكر الخبر 1996 أو 69 عفوا 69. يعني عقود طويلة مرت على هذا الحادث المشابه ولم يغلق فيها المسجد الأقصى. هناك احتقان من الجانب العربي الإسلامي، هناك دعوة لإقامة انتفاضة جديدة. هل في تقديرك الشخصي المساعي لحل هذه الأزمة أو الأزمة الفلسطينية ستؤتي ثمارها في ظل هذه المستجدات؟ الحقيقة التغييرات، احنا في مرحلة تغييرات، تغيير نفوذ في المنطقة كبير، وفي تقسيم لشكل جديد لمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي إسرائيل تريد أن يعني تستعرض كثير من عضلاتها وتستعرض من قوتها وتعنتها وعدم تهاونها في أي عمليات، وبالتالي قامت بشيء يعني غير سابق منذ سنة 69. ولكن أنا أطالب من الدول العربية والقمة الإسلامية التي حدثت مع ترامب في الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، هناك يجب أن يكون تحرك واضح لعدم يعني لعدم استمرار هذه الأزمة، ولإعطاء درس لإسرائيل لعدم إعادة هذا الموقف مرة أخرى، لأنه إحنا بنبحث عن عملية سلام مع إسرائيل، والدول العربية كثيرة منفتحة على عملية سلام مستقبلية مع إسرائيل. حين تقوم إسرائيل لأول مرة أو منذ عقود بعملية تعنت كبير، هي مجرد رسالة للآخرين بأني لن أتهاون، وهذه الرسالة بعدم التهاون نحن أيضا لن نتهاون في الحق الفلسطيني. هي مجرد رسائل على الأرض في شكل استغلال مواقع، ولكن الواقع يفرض ذاته. يعني إسرائيل دائما تقول قولوا ما شئتم وسأفعل ما أفعل، وعشان كده يجب أن نفعل ما نفعل أيضا نحن، يعني يجب أن يأتي علينا الدور أن نفعل أيضا نحن مواقف حازمة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لتصعيد هذا الموقف ولمحاسبة إسرائيل على هذا الموقف وعدم يعني إعادته مرة أخرى. يجب أن يكون هناك ضمانات بعدم إعادة هذا الموقف مرة أخرى وإغلاقه، ما تبقاش شيء سهل إنه تم مرة ولم تجد أمامها أي تصعيد أو أي مواقف حاسمة وبالتالي ستعيد مرة أخرى. حتى يعني يجب أن يكون أن العرب والقمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي كل هؤلاء لديهم أوراق ولديهم علاقات. يعني القمة الإسلامية النهاردة مع تركيا، أظن علاقة تركيا بإسرائيل كانت أين تركيا من هذا الموقف؟ هي رئيسة القمة، هي رئيسة الدورة في القمة الإسلامية. سؤالي أين تركيا من هذا الموقف؟ تركيا اليوم تبحث عن مصالحها مع إسرائيل وتبحث عن مصالحها في سوريا وتبحث عن مصالحها لعودة علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تريد أن تكون شريكا جديدا مرة أخرى وتبحث عن دور مع الاتحاد الأوروبي الذي رفضها، وبالتالي هي تلعب دور لمصالحها وليس مصلحة الفلسطينيين أو الإسلام. أو الإسلام. أبدأ السودان